مشاهدينا الأفاضل رجعنا لنواصل في باقي فقرات برنامج هلاليك، وكما ذكر زميلي مصطفى فقرة المجتمع نتكلم مع سيف محمد عثمان نتكلم عن نمو الشهر. أهلا وسهلا بك. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سيف. دايرين نتعرفوا عن كيف ننمو شعرنا عشان ما خاصة إن إحنا البنات عشان ما يطول عشان ما يكون بصحة جيدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق. موضوع الشعر موضوع صراحة مهم. نعم. ورجعت وخربت الجيل الجديد ده. صدقني بجد. موضوع الشعر كان زمان عندنا أقل من 4 أو 5 مشاط بنمشطه وما عندنا مشاكل للشعر أبدا. نعم. جيت ورجعت للتراسيدي والاجوتي والديفريزي خربت الشعر الأديل. صدقيني والله بالذات أنينا هنا في تشاد بيئتنا سمها خرب الشعر ده. وكل الناس بتشكو من التساقط من الحكة من القشرة سببها من الحاجات الكيماوية اللي قبلوها رجعوا لهم في راسهم. عندنا مشهد بيقول لي شنو دبو قران. مستحيل تسمي زول بمشي الزمان دبو قران عند تساقط. هذا على دراسة تامة. عندنا قرون هنا أهلنا العرب المعروفين بها المشهورين بها. مستحيل تسمي مرة بتمشي قرون شعرها يتساقط تتساقط او يتكسر او عندها نشاف او مشكله في الشعر ولا قشره. عندنا في قيريه سكين جلا مش دول الحاجات متسمحه تخلي تحفز الشعر بالنظام سمح. كسيناها كده. دايرين ثقافه جديده مع التلفزيونات مع الانترنت مع المسلسلات. كويس. اول شيء نمشي نعمل شنو؟ الاكسسوار. تاني نعمل شنو؟ يديفريزي. تالت شنو؟ نصبغه ما يتكسر يرجع شنو؟ ما يعلق يرجع شنو؟ استاذ فارس الان المشكله دي موجوده. الان موجوده. نعم. فكيف نعالجها الان؟ نرجو لدبوغران القرون ولا كيف شنو الطريقه المثلى عشان نعالج المشكله دي؟ كويس. نشكركم على ذلك. لعلاج الشعر يرجع لحاجات كثيره يختلف تماما عن المشاط لان ده عاداتنا وتقاليدنا كعاد تشادين داير نقول تراثنا. نحن قاعدين في تراثنا وما تناولنا حاجه من برا كان نحن على صحه تامه بالنسبه للشعر. كويس. كيف تعالج شعرك؟ 5 حاجات بسيطه. اولا شعر ذات انواع قريب 5 6 انواع. كويس. يختلف من شخص لآخر. الله يخليه. يختلف الشعر زي البشرات. نعم. في شعر خفيف، في شعر دهني، في شعر جاف، في شعر يمتص الزيوت بسرعة، في شعر ما يقدر يمتص الزيوت بسرعة. كويس. الشعر ما يمتص الزيوت بسرعة وجبت له زيت ثقيل كيف يمتصه؟ ما يقدر يمتصه. كويس. بعصر ما شعر. ثانيا أنينا لنا رجع شعرنا كالعادة وبلا مشاكل صحي لازم نختار زيوت تطابق مع شعرنا. فلو ما نعرفه نجربه ل3 أيام خلال أسبوع بتشيف حاجة تريحك عقليا جسديا شعريا بتستمر فيها. فلو ما سمح لنا أن تمشي لابو وتجامل خبير وتسأل زول فلو اشتريت من السوق بعد ما في النشر كل شيء قاعد فلو دخل في الانترنت تقدر تبحث وتقدر تفهم وتجرب خلال 3 أسبوع تقدر تعرف الزيت ده متطابق مع شعرك وتستمر فيهم. كويس. الموضوع الثاني الشعر داير مش 4 حاجات. اذا بللتم الشعر خلوا ينشف بعد مس الزيت او مس الكريم او مس الفومات للشعر. ده 1. 2 اي زول داير يزيد شعره خلي يعرف نوع وينه جيد من الشعر. في زيوت عندها بروتين، في زيوت عندها فيتامينات من الاي كا، في زيوت كده يعني عندها انواع الحاجات. كويس. انت ناقصك اي نوع من الحاجات دي بعد ما استعملتها ل3 ايام لعزبه بترتاح فقط ما تعرف شنو ناقصك في الشعر وشنو ترتاح.
بعد ما أسد راحة عقلية جسدية شعرية ممكن الزيت متطابق معك تستمر فيه حتى لمدة شهر. ما جاك تساقط، ما جاك حكة، ما جاك قشرة، الحمد لله تمام. بالنسبة ل يعني تجنب التساقط، تجنب المشاكل الشعرية دي، لازم الابن ادم ما تكثر الغسول في الشعر، الشامبو والبلسم والديفريزاج، هذا حياة بتعالج الشعر عديل نورمال. ما يعني لازم يدوا فترة طويلة معينة، بعد ده بيجددوا حسب الحاجة حسب الوقت. لكن أنينا هي كل صباح بتغسل راسها بشامبو كويس. إذا قلنا الرجال كلنا صباحا نهرب وما في مشكلة، لكن النساء شعرهم خفيف ومرات الشامبو خلاص بعسر الشعر الطويل ده أو الديفريزاج يعني بعسر طوالي. الراجل كله كان بحلق كل يوم ده يتصلى عليه فترة صغيرة. لما نين الرجال معناتها أكترنا يعني في التشات كان كتير عزبوء ده ممكن في الكوافر كان كتر عزبوء ده نشي نحرق لأن نكسر الشعر وخلاص الشعر الحوزات تمام معايا وكل شيء. عندنا موسم كده من شهر 4 إلى 3 ده الوطة ساخنة جدا كويسة. تأتي عندي كم قطع؟ 2. وأدني جنهم 3 قطع ومضطر أن تمرجي ومسحت زيت كده دسمة عند دسم زي الزبدة دول ولا الله يخليك أها. ومرت في الشعر تعرفوا درجة حرارتنا 45 قدام كويس اتكيف حسب البيئة. الله يخليك يرجع شنو العرق يكتر مرة واحد كويس. كان جينا ده في بكتيريا متخلخلة جوا تستفيد من العرق ده وتستفيد من الجو الساخن ده ذاته بالمناسبة. ده بالنسبة للنساء فقط. طيب للرجال؟ للرجال لازمك شامبو يكون رجالي معروف معين طبي صيدلي، لأن الشامبو الناس بتدور الحاجات الرخيصة صراحة، والحاجات الرخيصة دي بتكلفك 3 مرة للواحد الغالي. أمشي الصيدلية أسأل حاجة ثم أقراها بعد ده شيلان تستملها، ما تمشي تشيل كده حاجة ومعسرة معك بالرجل. وكل يوم فلو استحمد يعني خلي يومين التالت بعد ده خد شامبو في راسك. وحتى الرجل لازم الزيت أو كريم يعني ليه يرطب شعره ويرطب جسمه، هذا من الضروريات للشعر كلنا. ونستعمل السبقة مرات لتسويد الشعر أو شيء من هذا القبيل. هنا المشكلة الرئيسية للتساقط، مشكلة رئيسية للتساقط. عندنا عمر 12 سنة شباب بمشوا بتسبقوا الشعر. انت مثلا هناك ابيض ده مضطر، ده تجميل مضطر، انت شاب عمرك 12 15 16 20 ليش قاعد تسبق شعرك؟ ما كل الناس بتسبق، هسه ما في زول تسيل لو مسبق 5% جد كله من عشان المظهر الجميل. شكرا لك. الحديث عن الشعر ده طويل جدا لكن للاسف الوقت يداحمنا. بارك الله فيكم. نهايه الفقره دي. ايوه. ونتمنى تجينا وقت اخر تشرح لنا عشان كثير الموضوع الشعر والتغذيه في كلام كثير. ابشري ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا فيكم. اشكر التلفزيون التشادي اللي فتح لنا هذا المجال. شكرا جزيلا. ونعبر عن المشاكل الصحيه بالنسبه للشعر. وأشكركم أنتم المقدمين البرنامج الراقي. إن شاء الله ربنا يوفقكم كل الناس يعني واقفين معنا في الكاميرات. إن شاء الله أشكركم شكر خاص لكم كلكم إن شاء الله. وإن شاء الله يكون فترة آخر عشان نوضح حاجات أكثر وكثيرة قاعدة إن شاء الله. إن شاء الله. تسلموا بارك الله فيكم. مشاهدينا الأفاضل نطلع لفاصل قصير ومن ثم نعود لآخر فقرة.